اقتربنا من طيبة، وما بيننا وبينها إلا مسيرة نصف نهار. طيبة كنا نسميها يثر، سماها المسلمون المدينة مذ جاء نبيهم محمد. تبدلت أشياء وأشياء. دعونا من هذا الحديث الآن، إنما جئنا لأمر مهم. جئنا نتبين هذا الدين ونسأل مسألتنا، فإن وجدنا بغيتنا وصدق ما جاءت به كتبنا عرفنا أن هذا الدين هو دين الحق. وإلا عدنا إلى صومعاتنا وما تركنا دين الرب. هل أنت متأكد؟ نعم، أنا متأكد وواثق أن في هذه المدينة وصي نبي وابن عمه، وسنراه ونسمع منه. إذا كان من سبقنا أنكر نبوة محمد فعلينا أن نصحح الخطأ. ما هذا الكلام؟ هل أخطأ الحواريون وأنبياء بني إسرائيل؟ لم أقل ذلك. بل قصدته في نفسك. وهل تعلمان ما في النفوس؟ كفى جدالا، كفى. أكمل يا بني، فوالله إنه حديث ممتع وذو فائدة يا أبتي. لقد سمعت في هذه الحكاية ما لم أسمع. أكمل يا أخي أكمل. رأيت أشياء فتحت بصيرتي، وكان للصحابي الجليل سلمان الفارسي دور فيها. ذلك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. نعم، هو وصار يسمى سلمان المحمدي. أدبي يا بني إلى حديث الرهبان، في شوق لأسمع الحكاية وأعتبرها. وأنا أيضا أسمع وأعتبر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستقر بعده في الخلافة أبو بكر، وأقبل راهب ومعه رهبان. Thank you.
طاب يومكم. السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى وصدق نبوءة محمد المصطفى. رد جميل. فيما أتيتم أيها الراعي؟ جئنا نسأل عن مسائل وجدناها في كتب آبائنا وأجدادنا، فإن شرحها لنا الخليفة كما هي عندنا آمنا وصدقنا وعلمنا أن صاحبكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أنه نبي كريم مرسل من الرب. من أين أتيتم أيها الراهب؟ جئنا قاصدين المدينة. إلى المدينة؟ أجل، وقد عانينا ما عانينا، فاسأل الخليفة أن يأذن لنا. أيها الرهبان، سأستأذن لكم الخليفة. هيا. أرجو أن لا يكون مجيئنا عبثا ودون فائدة. اطمئن يا صديقي، صاحبنا الراهب الأكبر لا يعيش إلا أوهاما، ولا أدري كيف يقول أنه يريد خدمة الرب الجليل. ما هذا الكلام؟ ما سمعته يا كبيرنا، فأنا ما خرجت معك إلا لأرى فشلك أمام أتباع دين المسلمين. على رسلك، لا تنفعل ولا تنصرع، الأمر لا يستحق. كفى، إياكما أن تتكلما بحضرتي مثل هذا الكلام. أقسم بيسوع إنني أعرف عن هذا المكان وعن الرجال الذين فيه أكثر منكم، وأنني ما جئت إلا لألتمس النور عندهم. بعضهم كان مترددا من الخوض في أمور الدين مع المسلمين، وآخرون كان يتبعهم الفضول لمعرفة ما يخبئه لهم القدر. وماذا فعلوا بعد ذلك يا بني؟ لا تبتعد عن الحكاية يا يحيى. دخل الرهبان على الخليفة أبي بكر وسألوه أسئلة كثيرة. هل رأيت ربك؟ أخبرنا عن شيء يتنفس وليس به روح، وعن نفس ماتت لتحيي غيرها. ما بين الحق والباطل؟ ما أول شجرة هزتها الرياح؟ ما الذاريات ذروة؟ يبدو في بعضها أنها للاختبار وليس للمعرفة والاستفسار. وسلمان الفارسي كان حاضرا؟ أجل، كان حاضرا، وبعد أن سمع الخليفة هذه الأسئلة قال: في مثل هذا نحتاج إلى علي بن أبي طالب، فإني سمعت، والقول لأبي بكر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أراد دخول مكان لا بد أن يأتي من الباب. وكان الإمام علي عليه السلام قد انتهى من مهمة جمع القرآن تفسيرا وتأويلا التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه قبل وفاته. وأقسم الإمام علي عليه السلام أن لا يضع على ظهره رداءه حتى ينفذ أمر رسول الله، فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن، وبعدها عاد إلى حياته الاعتيادية. السلام عليك يا أبا الحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك ومرحبا يا أخي سلمان.
جئت في وقت مبارك، هلما تغدى معي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما لي نفس لطعام، ولكني لا أحب أن أرد دعوتك يا أبا الحسن. اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعم الجنة. إن الخليفة يطلبك يا أبا الحسن. قل لي يا سلمان، ألا يكون حضر إليه الرهبان؟ نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أعلمك بذلك؟ أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بحضورهم في مثل هذا اليوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. والتقى الإمام علي عليه السلام الرهبان، فنهض القوم قياما لهيبته ووقاره وحسن طلعته، وكان أكثرهم تفرسا به الراهب الأكبر الذي كان يرأسهم. لعلك شرخجيل بن شرخيل من الشام. وكيف عرفت اسمي ومن أنبأك به؟ أخبرني بأمرك أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد الأيام. عجب عجب. أصبر يا أخي ونرى ما يحدث. أليس واضحا ما سنرى؟ أول الغيث قط. لا تندهشوا، فقد علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، وكل باب يفتح ألف باب بإذن الله، ونحن آل محمد لا يقاس بنا أحد من هذه الأمة. وإذ لم تعرف آل البيت أنبئك عنهم. قل يرحمك الله. لتأذن لي يا أبا الحسن. تفضل يا سلمان. هم عيش العلم وموت الجهل، لا يخافون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقابه، وانقطع لسانه عن منبته، وعقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية. أحسنت وأفضت يا سلمان. زدني رعاك الله عن أهل البيت، زدني. هم موضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحماة أمره، وعيبة علمه، ومؤمل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه. نحن مصابيح الظلم وينابيع الحكم، ومعادن العلم ومواطن الحلم. قول جميل، أحسبه جاء عن بينة. أنا على بينة من ربي ومنهاج نبي، وإني على الطريق الواضح ألفظه لفظا. انصبه لنا. هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، وهنا يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذن هو ابن عم نبي. وهما من بني هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فه، ابن مالك، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن أياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. ورد في كتبنا وصف لمثلك. ألست أنت الطاعن بالرمحين الضارب بالسيفين
يوم بدر وحنين؟ أنا هو والله. هو والله هو. إذن نأمل أن نجد غايتنا عندك. أعلم يا أبا الحسن أننا قد وجدنا فيما تركه لنا أجدادنا مسائل لا يشرحها لنا إلا ابن عم نبي ووصي. سل كما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقص الراهب المسائل على الإمام علي عليه السلام كما قصها من قبل لأبي بكر، فلما فرغ منها أطرق الإمام علي برأسه هنيهة. إذا شرحت لكم هذه المسائل ما الذي يكون لي عليكم؟ الذي تقوله أنت يا أبا الحسن. أطلب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لك علينا ذلك. إذن أعد علي المسائل واسمع مني الجواب. وأين يكون مستقر اسمك من جسمك؟ في الأذن، لأن العبد إذا دعي باسمه سمع بأذنه، وهذا شيء يعرف بالعقل أيها الراهب. فالعقل رسول الحق وأقوى أساسا، ولا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. ما الذي أتينا به ومن معي من الرهبان؟ جئتم تسألون عن دين الإسلام، هو حق أم باطل؟ هل أخبره أحد عن خبرنا؟ إنه يعرف ما نريد بالضبط. اسكت اسكت ودعنا نسمع. أخبرنا عن الذاريات ذروة. هي الرياح الأربع، الجنوب والشمال والصبا والدبور. والحاملات وقر. السحاب تحمل الماء من مكان إلى مكان. والجاريات يسرى، ما هي؟ المراكب الجارية في البحر. أسألك عن المقسمات أمرا، ما هي؟ الملائكة تقسم الأرزاق على الخلائق كل يوم بأمر الله سبحانه. وسط دهشة الراهب لسرعة الإجابة، كان الإمام علي كأنه يقرأ في كتاب مفتوح. لله دره، أكمل يا بني. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش الدنيا وزهرتها ويأنس الليل ووحشته، غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. علي رباني هذه الأمة. وماذا عن الأربعة عشر كلم الرب، ما تقول فيهم؟ السماوات السبع والأراضين السبع، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أخبرنا عن شيء يتنفس وليس به روح. الصبح إذا تنفس، فقد جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. أخبرنا يا أبا الحسن عن شيء خلقه الله عز وجل واشتراه لنفسه. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله خلق الأنفس واشتراها بالشهادة في سبيله. وما تقول عن شيء خلقه الله وسأل عنه؟
عصا موسى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أسألك عن شيء تكلم وليس من لحم ودم. جهنم وقان الله شرها ونارها. وماذا عن رسول ليس من الأنبياء ولا من الجن ولا من البشر ولا من الملائكة؟ هدهد سليمان، حيث أرسله النبي سليمان بكتاب إلى سبأ وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يرحمك الله يا بني، زدنا. وظل الرهبان يسألون: والإمام؟ الإمام يجيبهم، وكان العلم يسيل على شفتيه وينساب الثياب. ما الشيء الذي إذا فعله الإنسان كان حراما وإن تركه؟ صلاة السكران، فإذا صلاها خرج عن أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أخبرنا جزاك الله خيرا عن رضاع موسى واليوم الذي كلم الله به. أما الرضاع فقد أرضعته أمه 3 أشهر و3 أيام، وكلمه الله في يوم الجمعة. قل لي يا أبا الحسن، هل رأيت ربك؟ وكيف أعبد ربا لم أره؟ لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. لا تظفوك يا إمام العصر. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وبأشباههم، على أن لا شبه له. عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وآدم كم سنة عاش وكم يبلغ طوله؟ عاش أبونا آدم 1000 سنة وطوله 60 ذراعا. أخبرنا عن نفس أوحى الله إليها ولم تكن من الأنبياء أو البشر أو الملائكة. كان جواب الإمام فاصلا ومستندا إلى القرآن. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العلي العظيم. وأزيدكم بأن الله أوحى إلى أم موسى بنص الكتاب. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العلي العظيم. أخبرنا عن 5 لم يولدوا من رحم: آدم وحواء وناقة صالح وعصا موسى وكبش إسماعيل. ما جوابك عن جسدين ماتا معا، حرم أكل أحدهما وحلل الآخر؟ لو افترضنا أن طائرا وقع في البحر واصطاد سمكا وطار بها ثم سقط ميتين بقدر الله، فالطير حرام أكله والسمكة حلال. والطير الذي ورد ذكره عندكم في كتابكم القرآن؟ الغراب والهدهد والسلوى. الغراب في قصة ابني آدم، والهدهد في حكاية نبي الله سليمان، والسلوى في قصة بني إسرائيل. أسألك يا وصي نبيك عن نفس ماتت وأحيت غيرها. تلك بقرة بني إسرائيل. اعلم يا يحيى إن النصارى صاروا فرقا شتى. قالت طائفة منهم: كان الله فينا
ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبيون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وطائفة قالت إن المسيح ابن الله. أستغفر الله. أستغفر الله. وهؤلاء هم النسطوريون. وغيرهم قال إن الله ثالث ثلاثة، وقد كفروا بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما فيهم من يقول أن المسيح عليه السلام هو عبد الله ورسوله؟ وهؤلاء هم الذين نقول عنهم مسلمون، وقد ورد ذكرهم في القرآن. أي أنهم آمنوا بالإنجيل. نعم، وآمنوا بظهور نبينا وانتظروه، لكن دعوتهم طمست من قبل أقرانهم حتى بعث الله نبينا محمدا بالحق فعرفوه، لأنه مذكور عندهم بنعته وصفته واسمه. ماذا تقول يا شرح الجيل فيما دار بيننا وبين الرجل؟ أنا ما جئت إلا لأشرب العلم منه، وإني لأراه بحرا فيه. فأرأيكم أن نتستر في الظلمة وننسى؟ نعم الرأي، ما لنا وهذا التحدي الخاسر؟ أنا لا أوافقكم الرأي. كفى كلاما، أنا عشت عمري أنتظر بصيصا من النور، وإني لأراه قريبا. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي وسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، أمن لا تغيره الدهور ولا تبليه الأزمنة ولا تحيله الأمور، يا من لا تضره الدنيا ولا تنقصه المغفرة، أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة. يبدو أن الرهبان لم يألوا جهدا لإرهاق الإمام بأسئلتهم. هم جاءوه لهدف يا أم يحيى، ولا بد أن يبذلوا جهدهم لتحقيقه. بالتأكيد يا بني. أكمل يا يحيى. واستمر الرهبان يسألون، والإمام يجيبهم، والدهشة تعلو وجوه الحاضرين، لأن الإمام كان يجيبهم دون تردد ولا إبطاء. سألوه عن علوم الأولين، وأسئلة عن الفلك، وأخرى عن معجزات الأنبياء وأسرار الكتب المقدسة. أعرف قولا قاله الإمام عن القرآن، هاته لنرى ونستفيد. قال الإمام عن القرآن: فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء داؤكم، وينطق بعضه بعضا، ويشهد بعضه على بعض. وفيه شفاء من أكبر داء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. أخبرني، كم ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض؟ بين المشرق والمغرب مسيرة يوم واحد للشمس، أما بين السماء والأرض دعوة المظلوم. إنها حكاية عجيبة يا بني. اعلمي يا أمي أن أهل بيت النبوة منبع العلم ومورده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين،
ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وعرفت أيضا يا بني أن الإمام علي عليه السلام قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومتشابهها، ودعا الله أن يعلمني حفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي من حلال أو حرام ولا أمرا أو نهيا وما كان وما يكون إلا علمنيها فحفظتها ولم أنس من ذلك حرفا. كيف قضيتم وقتكم أيها الراهب؟ في إعمال الفكر وتدوير الرأي. أفضل الناس عند الله من أحيا عقله وأمات شهوته. أن نعود إلى ما جئنا لأجله؟ سلوا ما شئتم. أخبرني يرحمك الله عن أول قتيل على الأرض. هابيل. أول شجرة هزتها الرياح. الشجرة التي أخذ منها خشب سفينة نوح عليه السلام شجر الساج. ماذا تقول عن ماء لم ينزل من السماء ولا هو من الأرض؟ عرق الخيل. أخبرنا عن طير لم تبضه الطيور. الطير الذي نفخ فيه عيسى عليه السلام. قل لي يا وصي نبيك، ما تقول الكلاب في نباحها والحمار في نهيقه والبعير في رغائه والبقرة في خوارها أو الفرس في صهيله والديك في صياحه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أعلم يا أبا الحسن أنني لم ألتقي بمثلك في حياتي، ولو عرفتك قبل الآن ربما كنت شخصا غير الذي أنا عليه الآن. نسألك عن الذين أوحى الله إليهم في زمن عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هم حواريو عيسى، وهم شمعون مقركيفة وأندريوس ويعقوب بن زيد ويوحنا وفيلفيوس وبرتلمي وتوما ومخسى ويعقوب بن خلفي ولبي تنكيري وشمعون فنانايا ويهوذا أسخريوطا أقام على الإيمان 11، وكفر يهوذا وباع المسيح 30 مثقال من الفضة. مد يدك يا أبا الحسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بان الحق على يديك يا أبا تراب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.